البلدية أعتقد هي وجهة نظري إن هي المباراة اللي هتقفل بيها المحلي تماما وتخش بمعنويات جيدة لما هو قادم. مباراة البلدية محتاجة تجهيز نفسي أكتر منه فني، إن أنت تخلي اللعيبة تفصل خالص هيعمل عن حاجة، ماتش الترجي. ممكن يعمل حاجة طبعا. أوكي. يعني محمد عبد المنعم كان في اتفاق اوريدي ان قال له اعمل حسابك انت هتريح ماتش البلديه زي ما عمل مع علي معلول وبيرسي تاو، مش هتبقى موجود في مباراه البلديه. حتى عبد المنعم يعني تعمد ياخد الانذار الثالث عشان هو عارف كده كده هو في روتيشن بيتعمل وهيريحه عشان ماتش الترجي، فخد انذار فخلص القديم اللي عنده ويرجع بقى بعد ان شاء الله بعد افريقيا للدوري ما عندوش انذارات خالص، فهو عارف انه هيقعد في تفكير في اراحه بعض اللعيبه. لكن الحمد لله اطمنا على رامي ربيعه واطمنا على كوكا، الحمد لله موجودين ان شاء الله في ماتش البلديه وهيبقوا جاهزين مفيش مشكله. الشناوي اخباره ايه تعرف؟ الشناوي الحمد لله يعني واحده واحده يرجع ويخش في التدريبات برضه يبقى موجود مع اعتقد الفريق، النهارده دخل او وجوده اضافه يعني النهارده طبعا. ويبقى موجود وفي تمرين لمجموعه كده بكره الصبح ويوم الخميس التمرين العادي بقى هيبقى المغرب. ف يعني ان شاء الله بالتحضير النفسي الجاد للمباراه دي وبان اللعيبه تفصل عن مباراه الترجي. لكن يا كابتن اسلام انا عايز بس اقول رساله عشان الوقت لو يعني بيخلص، الناس شاغله نفسها بالترجي ومركزه، اصل الترجي النهارده خرج من كاس مصر قدام مركز الشباب، اصل الترجي اتغلب كاس تونس اسف قدام فريق مش عارف ايه، الترجي اتغلب من الملعب التونسي 2-0، الترجي اتعادل مع لا انا عايز اقول حاجه دي لو ليها مردود يا كابتن فرساله للعيبه بتاعتنا ورساله لجماهيرنا ان الترجي تركيزه كله منصب على مباراة الاثنين بتوع النادي الاهلي. صحيح. كون ان هم مش شاغلين نفسهم بالدوري او مش مركزين في الدوري او مريحين النهارده الفرقه كلها ما عدا اربع لعيبه هم اللي شاركوا في مباراه اليوم في الكاس، فده بيقول ان الراجل المدير الفني بتاعهم واللعيبه كلها تركيزها كله مصب على ماتش الاهلي. تونس كلها فكر في المباراه. هم عندهم ماتش النجم كمان يوم الاحد يوم 11 يوم الاحد بعدين بيوم او يوم السبت يا السبت يا الاحد هم زي لا 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 هم في نفس توقيتاتنا بالظبط. بس هم احنا مثلا بنلعب 7 هم بيلعبوا 7:30 بالظبط، يبقى بيتهيألي السبت او الاحد السبت ماتش برضه هيبقى صعب جدا هيبقى مجهد ليهم. لكن توقعي ان كل اللي بيحصل للترجي محليا هناك عندهم ده في اسبوع برضه خلي بالك ملوش علاقه ابدا، ونغمه اصل رادس ده استاد الاهلي اصل لينا في رادس حكايات اصل مش لا لا. نفسي السوشيال ميديا لا طبعا ده انطباع ايام حلوه وجميله ولطيفه انا شفت منها يوم حلو يعني، لكن طبعا في الاخر انا بتكلم مش يعني انا دي لا رساله مهمه كل مباراه خلال من خلال قناه الاهلي وخلال برنامج حضرتك ان لازم الجماهير على السوشيال ميديا ولازم اللعيبه نفسها ولازم التحضير النفسي للعيبه ان الترجي اللي انت بتشوفه دلوقتي ده هيبقى مختلف كليا، الاجواء نفسها الاستاد بتاع رادس الطبيعه بتاعت الماتش سيناريو الماتش هيبقى مختلف، محتاج من اللعيبه تركز وتنسى خالص اللي بيحصل دلوقتي محليا مع الترجي، لان تاني بقى كده الترجي في ماتش الاهلي هيبقى مغاير، ماتش هيبقى صعب حقيقي. لازم لاعبتنا تظهر بالمستوى اللي ظهروا بيه في ماتش الوداد اللي خدنا فيه دوري ابطال افريقيا، الشخصيه في الملعب الشوط الثاني كمان بالظبط الشخصيه في الملعب القتال على كل كوره بعد الدخان هو هيبقى عامل حسابك، ربنا لو كرمنا وسجلنا هدف او اكتر هناك هيفرق معانا في مباراه العوده. كل دي ان شاء الله امور في الحسبان يعني نتكلم فيها ان شاء الله قبل الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله باذن الله. ماتش البلديه ماتش مهم طبعا يا كابتن، ماتش مهم جدا انك تختم زي ما قلت لحضرتك تختم ال 12 نقطه ان شاء الله المهمين جدا انك تكسبهم. هيغير حاجه هيعمل حاجه الراجل اكيد يعني علي معلول هيرجع الاطمئنان عليه عشان يلعب قبل الماتش هو وبرستاو، اتوقع علي معلول هيبدا المباراه اساسي هو وبرستاو، بقيه العناصر تقريبا هي هيعتمد في الدفاع طبعا على محمود متولي جنب رامي ربيعه. يحسب لمستر كولر برضه وللاعب محمود متولي الحقيقه عودته بالشكل ده بعد ما كان خالص كله بيقول خارج الحسابات، مفيش حاجه اسمها لاعب في الاهلي واللي بيتردد في السوشيال والكلام ده كله خارج الحسابات او لاعب هيتباع او لاعب كذا، كل ال 30 لاعب زي ما حضرتك كنت بتقول لعيبه اساسيين لعيبه موجوده في الاهلي، هو الوقت المعين في وقت هحتاج ليك هتكون موجود هتنزل تأدي. يحسب لمحمود متولي الظهور الجيد اللي ظهر عليه ان بقى موجود حتى بيدفع بيه في المباراه اللي فاتت برضه بديل لعيب جيد، فاعتقد هيرجع هنلاقي متولي اساسي المباراه الجايه، هنلاقي ربيعه وهنلاقي بيرسي تاو وهنلاقي علي معلول بيلعبوا موجودين. شويه هتلاقي الكابتن برضو كولر مستر كولر بيفكر الشكل النهائي لفرقته ايه، يظهر بشكل قوي في اخر مباراه ليه قبل مواجهه الترجي، الفوز مهم على الصعيد النفسي اللعيبه انك اخر مباراه محقق فيها 3 نقاط ظاهر بشكل قوي بتدي ثقة للعيبة وبتدي ثقة للجماهير في الفريق قبل المباراة المهمة ديت. أعتقد خلاص مستر كولر وصل للشكل اللي احنا اتعودنا عليه من الروتيشن، مفيش تقريبا مباراة للنادي الأهلي حاليا يا كابتن بتقول نفس التشكيل المباراة اللي قبلها صحيح، وفي نفس الوقت الشيء الجميل جدا
ما فيش اخلال بالاداء، دايما يقول لك الروتيشن يخل في بعض الفرق بالاداء، لا ما فيش اي اخلال بالاداء، نفس الاداء. لا هو حصل مع بعض فرق هبوا واتغلبوا او خسروا، ما بقول لحضرتك الفرق يقول لك ايه الاخلال. الفرق بقى اللي بين الاهلي والفرق الثانيه جاهزيه اللعيب، يعني هبقى الكلمه محترمه، يعني حاجه مهمه جدا في حته محمود متولي. لا هو مش محمود متولي بس يا كابتن، شوف عبد القادر لما بعت فتره كبيره جدا رجع كسر الدنيا نفس الشكل. اكرم توفيق بعت بفتره وبتاع وكان زعلان والقصه اللي حصلت، رجع كسر الدنيا في نص الملعب. نفس الكلام كريم فؤاد لما نزل في مباراه الامس، نزل ما شاء الله وجاب ضربه جزاء وكان متالق وفي في فتره وجيزه جدا انسجم بسرعه، بان ان هو فورمه. ده لا ده اللي بيقول ان المدير الفني مجهز الفرقه كلها. ويرد يا محمد على حاجه جميله جدا ينطبق الكلام ده، قالها كولر في المؤتمر الصحفي الاخير مباراه الجونه، بيقولوا له قفش راجع وكذا، قال الموضوع بسيط وراح قال كلمه، قال انا عندي 30 لعيب كلهم اساسيين، المقياس عندي الاجتهاد في التدريب. صحيح. واللي بيظهر في التدريب ويبذل اقصى مجهود في التدريب هيكون موجود معايا. وقال لهم انا عندي 11 لاعب اللي بيلعب، ولكن اللي بتقدر تدفع بيهم وثلاثه بدله، في حين ان القائمه 30 لاعب خمسه فبيكلمك وخمسه بدلاء بالظبط، في حين ان انت عندك 30 لاعب مع النادي الاهلي. النادي الاهلي حيره لذيذه، اللي بيقولوا حيره لذيذه لاي مدرب، عندك 30 لاعب مستواهم الحمد لله قريب من بعض، نفس المستوى نفس الاداء اللي بيظهر، بتطلع لاعب وتنزل لاعب. يعني محمد قال حاجه، قال الشوط الاول شوط الصفقات، وانا بقول الشوط الثاني شوط البدلاء. دي حقيقه صح، البدلاء اللي نزلوا كلهم عملوا الهدف الرابع وظهروا بشكل جيد، فشكل طيب للنادي الاهلي، وان شاء الله تكمل فرحتنا بالنهائي الافريقي قدام الترجي يا رب ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ان احنا نرى النادي الاهلي في رادس يلعب كما نراه دائما، يعني كلنا نفسنا ان شاء الله نشوف النادي الاهلي بهذا الاداء الرائع زي ما شفناه في مباراه الاتحاد امبارح. ونتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه، نهايه المرحله الاولى يوم السبت القادم امام فريق بلديه المحله، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز فيها بثلاثه نقاط، ونقفل ال 12 نقطه بقى ونتكلم عن مباريات ان شاء الله.